نبوءة الكابتن صالح ورغبته بيحافظ عليها الكابتن محمود الخطيب بعد 20 سنة. تقترب من التحقيق بإذن الله. ده خلى الشاعر السكندري أحمد الخدرجي الحقيقة أهدانا قصيدة للأهلي ب 115 سنة نسمعها. و15 سنة والأرض لسه بتبتدي تؤهل ونس بطولات كتير، مع إنها من يوم نزول آدم وحواء من السماء كان لونها أحمر، لون التاريخ، لون القلوب، لون الوطن والمجد والتفاصيل، كل حاجة لونها أحمر إلا لون المستحيل. 115 سنة وإنت الوحيد اللي انتفض علشان يرش البهجة والفرحة الجميلة في الشوارع، يكنس الأحزان ويخلق من المواجع حلم تاني، نصر تاني، زفة طلعة في الليالي، عاوزة كاس أفريقيا تاني. 115 سنة واحنا هنا تفاصيل كتير طلع من الاحلام في نومنا، ساكنه في ريحه هدومنا برفانات، ياه بقى عالذكريات، صوره امي وهي بتعيط في حضني بعد جون متعب في سيو سبورت مثلا، ولا صوتها وهي بتكلمني في التليفون في يوم القضيه ممكن، والدموع عمالة تنزل من جراب الفون تنقط فوق هدوم، صوتها كان عمال يعيط فرحة فرحة، ولا ليلة جون تريكا في الصفاقسي، ولا يوم أول برونزية في حياتنا، ولا 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 ولا. كل عام يا أهلي، وانت انت أعظم فرح فينا، خلى طعم الحزن ولا.